أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجداء بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المرادي رحمه الله تعالى عسى، وهو الحرف ماذا؟ 24 من أحرف المعاني الثلاثية. قال ذهب بعض النحويين إلى أنه حرف، ونقله بعضهم عن المسراج، وحكاه أبو عمرو الزاهد عن ثعلب، وذهب الجمهور إلى أنه فعل وهو الصحيح، والدليل على فعليته اتصال الضمائر الرفع به، اتصال الضمائر الرفع البارزة، اتصال ضمائر الرفع البارزة به، نحو عسيت وعسيتم، ولحاقتها التانيث له، نحو عست هند أن تقوم. قال وهو فعل لا يتصرف، يعني جامد، ولذلك قالوا تاء التانيث هي أنفع على من الفعل الماضي. لماذا تاء التانيث أنفع على من الفعل الماضي؟ لأن عرف بها فعلية الأفعال الماضية المشتقة، وعرف بها فعلية الأفعال الماضية الجامدة، مثل نعمة وبئس وعسى وليس، نعمة بئست وعسى ليست. قال وهو فعل لا يتصرف، يرد للرجاء، يرد للرجاء والإشهاق، يرد للرجاء والإشهاق، يعني معناه قوله يرد للرجاء والإشهاق أي معناه البلاغي هذا. وقد اجتمع في قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، للرجاء والإشهاق. الأول ما هو؟ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هذا رجاء. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، هذا لمن؟ هذا للإشهاق، لأن الإشهاق توقع ماذا؟ الإشهاق يعني الترح، إظهار الرحمة لمن قارب الوقوع في المكروه. قال وعملها في الأصل عمل كان، عملها في الأصل ماذا؟ عمل كان، إلا أن خبرها التزم كونه فعلا مضارعا، هذا شرط أفعال المقاربة بإجمعها، شرط باب كاد. والأكثر اقترانه بأن خصوص عسى، لماذا؟ لأن عسى للرجاء والإشهاق وهما أمران مستقبليان. وأنا المصدرية، ما هي أنا المصدرية؟ من يعطيني ما معنى أنا المصدرية؟ قد مر معنا حرف نفي ونصب واستقبال، والرجاء الذي تفيده عسى مستقبل، والإشفاق الذي تفيده عسى مستقبل، مستقبل. فناسب ماذا؟ فناسب أن يؤتى بعد عسى بماذا؟ بأن، ناسب أن يؤتى بعد عسى بأن. قال والأكثر اقترانه بأن، وقد تحذف كقول الشاعر عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون، عسى الكرب الذي أمسيت فيه، أمسيت ما كتب أمسيت، والمشهور عند الناس إيش؟ أمسيت. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. الله أكبر، هو بيت جميل، وهو مضرب المثل، مضرب المثل في العسر بعد اليسر. قال وجمهور البصريين على أن حذف أن من خبر عسى ضرورة، وظاهر كلام سيبي أنه لا يختص بالشعر، وقد ندر وقوع خبرها مفردا في قول الزباء عسى الغوير أبؤسا، عسى الغوير أبؤسا، والغوير هذا تصغير غار، تصغير غار، تصغير غار، فهمت؟ والأصل في هذا المثل، الأصل في هذا المثل أن له قصة، وهو أن أناس يعني اقتربوا من الغار لعلهم يجدون النجاة، فوجدوا فيه أناس عدوا عليهم، فماذا قالوا؟ عسى الغوير أبؤسا، يعني عسى الغوير يأتيك منه إيش؟ يأتيك منه شر فوق الشر الذي أنت تريد أن يفرج عنك. قال عسى الغوير أبؤسا،
يعني هذا الشيء الذي أنت يعني تقصد أنه وراءه خير ربما يأتيك من وراءه إيش؟ من وراءه الشر. وهذا تحذير، يعني رأيت إنسان يعني يتصرف تصرفا يضره في العاقبة، وهو ماذا يظن؟ يظن أن تصرف هذا عين الصواب. ماذا تقول له؟ عسى الغير أب أسى، يعني ربما تجني من وراء هذا الأمر شرا، وربما يأتيك من قبل هذا الأمر شر. قال وظاهر كلام سبأ أنه لا أخلص في شعر، وقد نذر وقوع خبرها مفردا في قول الزباء. قول الزباء هذا مثلا يضرب للرجل يقال له لعل الشر جاء من قبلك، والغبر تصغير غار، والأبعس جمع بؤس وهو الشر، تريد لعلك يأتيك الشر من الغار، لعلك يأتيك الشر، لعل الشر يأتيك من الغار. قال وقول الشاعر أكثرت في العدل ملحا دائما، أكثرت في العدل ملحا دائما، لا تكثرا إني عسيت صائما، لا تكثرا إني عسيت صائما. هنا أتى إيش؟ صائما خبر عسى مفرد، والأصل أن يكون جملة. وأبؤسا الغوير اسم عسى، وأبؤسا خبر عسى وهو مفرد، هذا من النادر، هذا من النادر. قال وأعلم أن عسى لها ثلاثة أحوال: الأول أن يكون خبر فعل مضارعا مجردا من أن، وهو قليل كما سبق، ولا إشكال في أن الفعل خبر، في أن الفعل خبرها هي عاملة عمل كان. الثاني أن يكون خبرها فعل المضارع المقرون بأن، وهذا هو الكثير. واختلف في إعرابه على ثلاثة مذاهب، على ثلاثة مذاهب. أحدها أن عسى عاملة عمل كان أيضا، وأن والفعل في موضع خبرها. قال ابن عصور هو الصحيح، لأن العرب لما نطقوا به على الأصل نطقوا به اسم فاعل كما تقدم في المثل والبيت. وثانيها أن عسى في ذلك ليست عاملة عمل كان، بل المرفوع بها فاعل، وعنوى الفعل في موضع نصب على المفعولية، والفعل مضمن، والفعل مضمن المعنى قارب. فإذا قلت عسى زيد أن يقوم، فالتقدير قارب زيد القيامة، أو يكون أنوى الفعل منصوبا على إسقاط الخافض. وهذا مذهب شبيه المبرد، وجهه أن أنوى الفعل مقدر بالمصدر، وجهه أن أن والفعل المقدر بالمصدر لا يكون خبرا عن الجثة، وأجيب عنه بأن المصدر قد يخبر به على سبيل المولاة. وثالثا أن أنوى الفعل بدل الاشتمال من فعل عسى، وهو مذهب الكوفيين. قال صاحب البصير وأظن قولهم مبني على أن هذه الأفعال ليست ناقصة، فيكون المعنى عندهم قرب قيام زيد. قال ثم قدمت الاسم وأخرت المصدر، فقلت قرب زيد قيامه. قال ثم جعلته بأن والفعل. قال ويحتج على هذا بقولهم عسى أن يقوم زيد، وأن هذا هو الأصل وهي تامة. ثم إن تقدم الاسم على فهو البدل، ثم تقدم الاسم فهو على البدل، أي بدل الاشتمال. قال حملا لها على طريقة واحدة. قال ورد ما ذهب إلى الكوفيين بشأن أحدهم أنه إبدال قابل تمام الكلام، والتوابع إنما يتبعها ماذا؟ تابعة بعد تمام الكلام، يعني بعد أخذ الفعل فعلا وانفذ خبره. والآخر أنه لازم، والبدل لا يكون لازما، البدل يحل محل الأول مع صحة المعنى، ولا يكون من اللوازم، لا يكون من مجرد اللازم فقط.
قال واختار ابن مالك في شرح التسهيل أن عسى في ذلك ناقصة والمرفوع اسمها، وأنوى الفعل بدل الاشتمال سد ما سد جزئي الإسناد، ونظره بقراءة حمزة ولا تحسبن الذين كفروا إنما نبلي لهم ولا يحسن ولا تحسبن الذين كفروا أنما نبلي لهم بالخطاب على أن يكون أنما بدل من الذين وسد ما سد المفعولين. ثالثا يعني بوجهين، قال الثالث أن يسند إلى أنوى الفعل. الثالث من ماذا؟ الثالث من أحوال عسى، انتبه، الثالث هذا من أحوال عسى المذكورة في قوله إيش، واعلم أن عسى لها ثلاثة أحوال، هذا الثالث من أحوال عسى. من أحوال تكتب من أحوال عسى الثلاثة، إنه تفرع في الثاني، تفرع في الثاني في مثل هذا من بلاغة القول، من بلاغة القول أن يؤتى بهذه الجملة أن يقال الثالث من أحوال عسى الثلاثة من بلاغة القول. لماذا؟ لأنه إذا طال الفاصل حسنا ماذا؟ حسنا إرجاع التقسيم إلى ماذا؟ حسنا الإرجاع إلى ماهية التقسيم أو إلى أصل التقسيم السابق أو إلى حيثية التقسيم السابق إذا طال الفاصل، وهنا ماذا؟ طال الفاصل. قال ثالثا أن يسند إلى أن الفعل، فلا يحتاج حينئذ إلى خبر. قال ومقتضى كلام بعض النحويين أنها تكون إذا تامة كما تكون كان تامة. قال ابن مالك لك عندي أن تجعل عسى ناقصة أبدا، فإذا أسند إليها أنو الفعل وجهت بما وجه به وقوع حسب عليهما في نحو حسب الناس أن يتركوا، يعني على أن يجعل أنو الفعل سد ما سد عليها. قال فكما لم تخرج حسب بهذا عن أصلها لا تخرج عسى عن أصلها بمثل وعسى أن تكرهوا، بل يقال في الموضعين سدت أنا الفعل مسد الجزئين. ما معنى مسد الجزئين؟ يعني قامت مقام المفعولين، أغنت عن المفعولين، قامت مقام المفعولين، سدت مسد الجزئين. المفعول الأول يعني عفوا يعني ليس مفعولين، يعني الاسم والخبر، عفوا مسد الجزئين أي الاسم والخبر، إنما قول المفعولين هذا سبق نسأل. والفعل سد مسد المفعولين أي مسد الاسم والخبر، تصحيح. قال الرابع أن يتصل بها، الرابع أن يتصل بعسى الضمير الموضوع للنصر نحو عساني وعساك وعساه، ومنه قول الشاعر ولنفس أقول لها إذا ما ولنفس أقول لها إذا ما تنازعني لعلي وعساني، وقول الآخر يا أبتاع لك وعساك. وهذا من الموضع المشكلة، لأن حق الضمير المتصل بعسى أن يكون بصيغة الرافع المرفوع كما ورد في القرآن فهل عسيتم، لأنها ترفع الاسم، فإذا ورد بصيغة المنصوب احتاج إلى توجيه. في ذلك ثلاثة مذاهب. طيب إن شاء الله إلى هنا نبدأ غدا من قوله الرابع، الرابع بإذن الله.